هو معاه حق في الانفعال الحقيقة، لأنه أنا عارف الحقيقة بيعمل إيه أبو تريكة، يعني زملاته طبعا، لكن أبو تريكة بالتحديد أنا عارف. وهو أنا أبو تريكة إحنا بنقعد بالسنة نتحايل عليه عشان يجي ضيف في حلقة، ما بيرضاش أكتر، فبيعذبنا يعني. يعني هو أساسا أبو تريكة مقل إعلاميا جدا، مش هيجي في حاجة زي كده يحاول يعمل تسويق اعلامي ليها يعني. بالظبط، فيعني الحقيقه من والناس هنا والناس مدركه ده يا كابتن أبو، وهم الحقيقه مقدرين له. يعني هو امبارح مثلا كان في بلبيس، انا عارف الخطوات يعني الحقيقه، اول امبارح كان في السويس، وهيروح المحله، هيروح المنصوره، هيروح لكل الاسر يعني. فبالتاكيد هم لهم حق، هو جمهور بيموت نفسه عشان خاطر، بيموت نفسه بجد يعني. اللي قاله لي بعض اللعيبه، هم ليه مش قادرين ينزلوا التمرين بس عشان الناس ما تاخدهاش مزايدات؟ قالوا لي يا استاذ علاء انه بعضهم جم قالوا لهم ابعدوا انتوا، مالكوش دعوه احنا هنحميكم. فولدين من دول لو جوا الاوضه ميتين، لا حول الله. فطبعا دي عامله لوسه للعيبه. واحد مات عشان يا كابتن. بالظبط كده، واحد مات عشان يا كابتن. بص يا عمرو، ده بالظبط اللي حصل. فهم يا عيني مش مصدق يعني. ايه عارف اللعيبه ايه؟ مهما كنت تتصور يعني، مهما خيالك يعني راح فين، عمرك ما كنت تتصور هذا المرحله دي. لو عاش الحادثه او عاش الحادثه مد بايديه. بالظبط، لا إيديه. هو قال لهم مالكوش دعوه انتوا، احنا هنحميكم، احنا هنحميكم. فانا كنت بصراحه لما كانوا ايه يوم ما بطل اشجع كون ميت، اكيد كنت طبعا. دي اغنيه يعني، ما كلهم بيغنوا لمصر بقى لهم 600 سنه، ما حدش فيهم عمل حاجه يعني. لكن ده العيال بجد بيحبوا اللعيبه وبيحبوا النادي وبيخافوا عليه ويكتبوا الكلام ده ويموتوا نفسهم عشانه. حدوته يعني شوفوا المخيف في الروايه اللي بيحكيها ابو علي، انه ما زال برضه التعصب بين الانديه بيحكمنا في تصوراتنا وفي احكامنا على الناس. يعني ازاي تحكم على ابو تريكه بانه بيزايد؟ ده الراجل ما فتحش بقه، الراجل ما ادلاش بتصريح واحد من يوم حسن بورسعيد خالص. الراجل ما ظهرش في التلفزيون، ده حتى يوم العزاء كان مستخبي في الصف الثاني او الثالث. انا مش فاهم يعني الى متى هتظل الالوان تحكمنا؟ الى الاهلي والزمالك والمصري كفايه بقى يا جماعه، ده احنا في حاله وفاه، مش حاله دي يعني مذبحه. ده تعبير مزبحة. رغم انه تعبير قاسي، لكن هو فعلا بيعبر عن اللي حصل. كفايه بقى، لازم نحترم بعض، نحترم مشاعر بعض. يا سيدي ما عملتش حاجه بس قاعد ساكت، سيبني. انت ليه بتزايد عليا؟ ليه بتهاجمني؟ ليه عايزني ارد عليك؟ يعني الحقيقه، والكابتن ابو تريكه احنا عارفين. لا الحقيقه حتى ابو تريكه حب يوصل لي رساله، فحتى ما كلمنيش يعني، اتكسف انه كلمني، راح بعت لي رساله مع الولد اللي انا كنت معاه. فقال لي ابو تريكه بعت لك الرساله دي، ورساله يعني مش عايز اقول لك عامله ازاي. يعني حتى هو مش قادر يتكلم. طب فبعت لي رساله، ما قال لي يا ابو تريكه بعت لك الرساله دي، فقريتها كده كانت سطر وخلاص، وفهمت المضمون بتاعها شكله ايه. فالحقيقه انا اتصور ان احنا في حاجه، ان احنا نحافظ على الرموز. لانه خلي بالك لما ابو علي بيقول لك انه ملاك على الانسان، على فكره هو ما كدبش يعني. لا دي انا مأيده فيها يعني الحقيقه هو الولد بالفعل شديد التدين ابو تريكه، شديد الاحترام، شديد الاحساس بالناس، لانه زينا عمرو طالع من بيئه متوسطه، اقل من المتوسطه. احنا عايشينه يا كابتن بقى كتير، عارفينه كويس قوي يا كابتن. بالظبط يعني شو يعني ابو تريكه ده. اتذكر ليه كنت مع الاهلي في ماتش زامبيا، بحكم العلاقه اللي تربطني بيه ايام ما كان في الترسانه في المنتخب الاولمبي. قال لي عشان خاطرك انا هعمل حوار يا عمرو معاك. انا ما بحبش اتكلم في اعلام الناس بتاخدها ان انا بقعد ادعي وامثل وبتاع. قلت له لا، انا محتاج ان انا اتكلم معاك ابو تريكه، لان ساعتها كان في فتره قلق، ابو تريكه يقعد ولا ما يقعدش، يكمل ولا ما يكملش، منو جوزيه بيبني فريق جديد ولا لا. فكانت الموضوع محتاج ابو تريكه يتكلم. الراجل بحكم العشره اللي بيننا اللي بتمتد 15 سنه. قال عشان خاطرك انت يا عمرو عم. لكن انا ما بحبش اتكلم. فاحنا عارفين ابو تريكه مش بتاع اعلام. لا لا مش خالص بتاع اعلام. يعني عموما اتمنى انها تكون. لو انا اذكر له واقعه برضه مش هنساها ابدا، ودايما احكيها للناس. في احد المباريات الخارجيه في 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 دبي، احد المصريين وكبير في السن نفسه في حياته انه يشوف ابو تريكه، وكان معاه ابنه. فجه عايز يوصل لابو تريكه، مش عارف الناس حوالين ابو تريكه، يا كابتن ابو تريكه يا كابتن ابو تريكه، مش ابو تريكه مش سامعه. فراح ماسك ايده وراح بايسها وراح جاري. ابو تريكه ترك لا الراجل ابو تريكه ترك كل اللي معاه وقعد يدور عليه، فين الراجل فين وقعد يدور عليه لحد ما لقاه، وراح راح له وصل له وراح بايس ايده هو ابو تريكه. قال له عشان بس ابقى عادل.
يعني عموما حرام عليك. اتمنى ان يعني تكون يعني خطا في التعبير عشان ما تبقاش الامور يعني، لانه ابو تريكه شخصيه محبوبه جدا ونجم جميل. خلينا هنرجع تاني لانه الموضوع ده مهم جدا، لكنه الالتراس عمل